وبما انه قاعدين بالبيت وسبق وتعودنا انه نتعلم طرق جديده لنقطع الوقت ونسلي حالنا، موضوع اليوم جديد وفيكم كتير تستفيدوا منه، واللي هو طرق لتنشيط الدماغ. مرحبا يا حلوين، انا نجلة وبفيديو اليوم مثل ما تعودتوا حيال نصائح ودردشه، فتابعوني. حيلتنا اليوم تكبير الخدود بالمكياج، يلا نشوفها سوا. قاعدين بالبيت وسبق وتعودنا انه نتعلم طرق جديده لنقطع الوقت ونسلي حالنا، موضوع اليوم جديد وفيكم كتير تستفيدوا منه، واللي هو طرق لتنشيط الدماغ. الخطوات كتير هينه، فيكم تطبقوها يوميا وما بتاخد شي من وقتكم ورح كون كتير سريعه معكم. الطريقه الاولى مثلا، جربي نظفي اسنانك او كل الطبقه اللي قدامك بالايد اللي مش عاده دائما تستعمليها، يعني اغلبيتنا نستخدم ايد اليمين، خلونا نجرب بايد الشمال وشوفوا قد ايه تشالنجينج وقد ايه بتشغلوا دماغكم انتوا عم تعملوها. بس نصيحه، ما تجرب تطبق الاي لاينر بهالايد. الخطوه الثانيه وبتفيدنا على مدى طويل، واللي هي تعلم لغه جديده. جربي اقريها، جربي اكتبيها، تمرني عليها، وجربي اسمعي وافهمي شو عم بيقولوا. فيك تتعلمي نوع جديد من الرياضة أو من الرقص، وبالتالي في ستبس جديد بدك تلحقيهم وتتعرفي عليهم، وهي أحسن طريقة لنشغل الدماغ، وأكيد مش بس بتفيد بهالموضوع، بتفيدك بكتير مجالات تانية. هالطريقة يا بنات هي المفضلة عندي، قوي ملاحظتك. كيف؟ جربي يومياً ركزي على 4 تفاصيل بشخص معين، بغرفة معينة، بموفي، وبعدين أنت وقاعدة لحالك جربي تذكري هالأمور وتصوريها، وإذا ما عرفتي عيد التمرين مراراً وتكراراً. كوني اجتماعية، لما تكوني بين العالم شاركي بالأحاديث، أعطي وجهة نظرك، أعطي ملاحظاتك، وجربي اكتسبي الأحسن من الأشخاص اللي أنت معهم. وآخر نقطة واللي بعتبرها شخصياً كتير تشالنجينج بس حلوة جربوها، واللي هي القراءة بالمقلوب، كتير بتساعدنا على تنشيط الدماغ وتشغيل الفكر. جربي مثلاً قري مقالات أو أرتيكلز على الإنترنت، وعلى هالسيرة بتعيكم تزوروا موقعنا jamaluki.net، وخاصة السكشن الخاصة برمضان. وهلأ مننقل لطريقتين لتنظيف الرموش ما بدون تشغيل راس، يلا ندردش. مين قال انه منركب الرمش لما نشيله من كبه؟ أبداً، من المفروض تنطفيه، وهالشي بيساعدك لتستخدميه أكثر من 5 مرات. طريقتين رح أعطيكم، واحدة كتير سريعة والتانية بدها شوية وقت أكثر. الطريقة الأولى، على قطنة منحط ميك اب ريموفر ومنحط الرمش بهالشكل لمدة تقريباً 3 لـ5 دقايق، ومنرجع بهالطريقة على مهل لما يتقطشوا الرموش. ومنرجع بملقط نتخلص من التلزيق بهالشكل. الطريقة الثانية، كل اللي عايزينه هو مي ساخنة، شوية شامبو، مننقع الرمش الاصطناعي بالمي لمدة 15 دقيقة، وكمان مناخد ملقط ومنتخلص من اللاصق بالطريقة نفسها. فوالا، رجع جديد. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، ومثل العادة ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب، تفقسوا على الجرس لكل ما ننزل فيديو دغري تحضروه. باي.